السلام عليكم. سلام اخوتي. كما العاده معكم هاي امراه من صفحه مساعده المغرب المهجر. كما قلت شحال هذه في الاساسيات ديال الفيزا باش نقدر نطلبوا الفيزا. يعني عندنا شي واحد في العائله منا والدينا، الزوجه، الزوج، الخوت، الاصدقاء. بعد على النوبيا والنوبيا، يعني اذا كان شي حاجه تما ديال العلاقات هذيك لا. فكما قلت لكم انا غادي نجيب واحد الاخ سميتو محمد، راه كيعيش في المنطقه ديال كاترمين حتى هو، كنطلب لي عليهم واجدهم. كاين جوج موديلات اللي هي الدعوه ديال الاستضافه، جوج غادي نقول لكم وحده بوحده، والتكاليف والتفاصيل والتصا ان شاء الله هي غادي نوريكم يعني كيفاش تخرج. اول حاجه كنرحب بكم، ضروري خاصني نرحب بالخوت خواتات متبعينا جداد القدام. المهم كما كنشوفوا هنايا، يعني اي كوميساريه، يعني اي مغفر ديال الشرطه ممكن تخرجوه. ما كاينش واحد شي حاجه اللي كتقول زعما راه تابعه لمدريد ولا تابعه لالميريا ولا تابعه، لا بالعكس تابعه للغوبيرنو. وهنا نقدروا نشوفوا ان كاين جوج موديلات مختلفين. ها انتما غتشوفوا دابا جوج موديلات مختلفين. هذا ديال الديليسر الا كنا غنطلعوا شخص واحد، عندنا يعني البيانات ديالنا حنا كاملين، وهنا خصنا نكتبوا المده اللي غادي يجلس فيها هذا الشخص هذا. هي الشاف بعد ما كنمشيو المده، يعني هاد البيانات ديالنا كاملين، من بعد كنمشيو المده، هاد البلاصه ديال المهمه خص تكون فيها المده. على عين ما تخافوش اني غادي نبريميهم، عفوا بغيت نقول اسكانيهم، وغنحطو لكم ان شاء الله في الصفحه ديال الفيسبوك باش تبقى عندكم موجوده، باش اللي بغى يخرجها يخرجها. هاد الورقه هادي كاينه في اي بلاصه في اسبانيا كامله، يعني ماشي عندي انا هنا في المدينه انا فيها. المهم بعد كنمشيو كنلقاو ان عندنا الحق نطلعو انسان واحد فقط، يعني هنا البيانات ديال انسان واحد واخا. في الدورسو بجوجهم عندهم نفس الريكيسيت والشروط، يعني بحال بحال كيطلبوا لك. انا دابا غادي نقراهم، ولكن اول حاجه نكملوا مع هذه المساله. هذه اللي كنا نطلعوا واحد، نحيدوا هذه وغنشوفوا الثانيه اللي هي ثاني نفس الديكور، يعني نفس كل شيء، البيانات ديالي انا كاملين، والموديل هو مختلف شويه. وهنا المده اللي غادي يجلس، يعني من الى، هي من الى، كتلقى واحد النقيطات هنا تتتت، النقيطات هما هما اللي كنعمروهم. ولكن هنا الفرق ان كما كتشوفوا في هذه فيها عندنا واحد اللي نقدر نطلع واحد شخص واحد، ولكن هذه فيها حتى الخمسه. فهاد الورقه هذه من جتها من عند البوليس، قال لك اودي هنا دايرين ثلاثه ولكن عندك الحق بخمسه، يعني ممكن تزيد تطلع واحده اخرى اللي فيها الكماله، يعني نفس الديكور. هما غيجيو مع بعضياتهم باش غادي تطلب فيزا، هذا يجي في سيمانه مختلفه على هذا، وهذا سيمانه مختلفه على هذا، وهذا سيمانه. لا حنا غنجيبو ثلاثه الناس، اربعه الناس، حتى خمسه الناس والطوبي، يعني خصنا نجيبوهم في نفس النهار ونرجعو في نفس النهار. وهنا البيانات ديالهم الاول، ها هو كيقول لك هنا الاسم والعائلي والشخصي، من بعد ثاني هنايا واحد اخر اسم العائلي الشخصي، هما تشوفوهم هيا. الاول كتكتب هنا والثاني كتكتب هنا، يعني ما تقول علاش ما داروش هنا بحال بحال. ومن بعد الثالث، ومن بعد عندنا الحق نجيبو جوج اخرين مازال. من بعد ريكيسيتوس، هنا غادي نقول لكم شنو الفرق. ريكيسيتوس بجوج كاتبين بحال بحال، هنا جيتي تشوف راه بحال بحال، يعني ما كاين حتى شي اختلاف بلا ما نكبر الاوراق. شوف دوكيومنتاسيون، هنا الاولى كاين نقطة، وهذه فيها ثلاثة نقاط، هذه فيها ثلاثة نقاط، وهذه فيها جوج نقاط، وهذه فيها جوج نقاط. نقرا عليكم. شوف النقطة الأولى أن دوكيومنتاسيون ريكريدا بار سوليسيتود، هاي تعمر الطلب هذا ديالك، ضروري خص يعني الكتبة تكون مايسكيل وتكون كتبانو كبيرة ونحتارمو الفرع. يعني إذا كنا سمية مثلا ريان، ميمكنش تدير ريان برا لاصقة، خص دير ريان خلي خانة خاوي ودير ثاني حداها، أو لا يعني ما نجيبوش هادشي كامل بحال هكاك. اللقب هنايا، الاسم الشخصي هنايا، وكذا وكذا، بغيت نقول لقب زعما كاين الشخصي والعائلة. من بعد عندنا ليمبيتانتي، خصنا نجيبو الوراق اللي هو أنا، هادي الدوكيومنتاسيون كيقول زعما كيفاش تعمرها. النقطة الثانية اللي أنا غنعرض ليمبيتانتي، فهمت أنا هاد الصداع هذا ديما ديال البارتمات اللي كاينين فوق مني ديما ديال الصداع. ليمبيتانتي بريزنتار، هاي كيقول لك غتجيب الدوكيومنتاسيون ديالك اللي هي بطاقة الإقامة دوريجين، والباسبور هو يكون دوريجين، باسبور ني سولو باغ اكسترانخيروس اي اونيون اوروبيا، يعني خصنا نجيبو الباسبور ديالنا يكون أصلي نسخة، هاي فقط يعني الوجه الأول اللي فيه حنايا،
هو اللي دوك جوج لكن يعني شحال باقي ديال الامتداد ديال المده ديالو يعني شحال باقي للصلاحيه والبطاقه ديالنا حتى هي فوتوكوبي نجيبو الاصلي والفوتوكوبي من بعد شهاده السكنه جديده ديالنا حنايا هادشي ماشي ديال هو اللي تما اللي غادي يجي من تما ساكون سي خابورتار كوبي سو باسابور تي بارا ايفيتار روزي في فيو اللي تما ما عليك الا يعطيك توا نسخه ديال الباسبور ديال الصوره ديالو ماشي الباسبور كله غير الصوره ديالو سي بودرا ريكيري بور اون ماكسيموم دو 90 دي اسيستان تيفان يعني عندنا الحق هنا نطلبوا حتى 90 يوم ها الغلطه اللي كنقول لكم هما هنا باش كيعطيكم هنا باش كيعطيكم الفخ باش تطيحوا فيه كيقول لك عندك الحق طلب 90 حيت انت طلبتي 90 وطلبتي 90 راه ما غتاخذهاش كون هاني هذه انا نضمنها لك ما كاينش 90 قليل الا بداو معاك يقدروا يبداو معاك في الاول يشوفوك طلبتي قليل من بعد مره ثانيه يزيدوا شويه المرات كيزيدوا 90 وسبحان الله كاين اللي بعض المرات كيتم طالبوا له كيعطيو 90 طالب شي حاجه غادي يقول لي عندك 90 من بعد غنهضروا على ديال 90 والمعنى ديال 90 اللي كتسمى ديال المولتيبل سنترالز او لا متعدده الدخول والخروج هذه من جهه واخا انا عندي الدار شي ديالي ملكيه شنو ندير ولا ما كانتش ملكيه شنو ندير الا كانت ملكيه ما عليه نجيب اوراق ديال الملكيه ونجيب اربعه التصاور حيت الملكيه فيها ما بقيتش عارف انا فين عندي شي ملكيه هنايا ما وجدتهاش لكم هنايا اما تشوفوا الملكيه كتكون عامره كتكون بزاف ديال الاوراق دابا كنقلب عيني انا كنشوف هنا تكون بزاف وفهنا ما كيهمنا الا نجيبو النسخه الاولين اللي فيهم الاسم ديالنا وان الدار شحال فيها من البيت شحال فيها من المترو مربع وفين جات يعني التفاصيل ديال الدار فين كاينه في الاقامه ومولاها شكون هو انا غادي يطلع حتى يمكن حتى اللي باعها ليا ولكن ماشي مشكل ممكن انا مولاها هذه الا كانت ملكيه ما محتاجش تقيليزا وتبع للكومونيداد بحال مثلا الاندلس كاينه خطه اندلسيه فهنايا ما محتاجش لان ملكيه ديالي إذا كنت كاري هنا لا هنا خصني ضروري نجيب الوراق ديالي ديال العقد ديال الكونترا ديال الدار ومع الوراق ديالي اللي هما بطاقه الاقامه ديال اكسترافيروس ريزيدنسيا ونديها لاي سنتر اللي كيكون تابع ليا ونطمنتو باش يديو الكونترا الروسيه والانجليزي لها يعطيو الكاشلي ان فعلا معترفه بالدار هذه والسلام حاجه اخرى بقات هي الطاسه باش تشوفوا ان كاين واحد شي حوايج اللي حتى واحد ما طرق لهم في اليوتيوب وحتى واحد ما هضر عليهم في اليوتيوب ولكن المهم الحمد لله هذا هو الهدف ديالي انا بعدين وديال خوتي معايا طاقم ديال الفيسبوك كنا نعاونوا باش ما نخليوش النصاب يضحكوا عليكم يعني ما نخليوش بنادم الام الجاهل يضحك عليكم الانسان راه عنده عقل كيوزن فنتمنى الفكره تكون وصلت الانفيتاسيون كنطلبوا الطاسه الطاسه عندنا واحد البلاصه هنايا اللي واحد الرابط اللي نقدروا نديسكارغيو هما وهي ما هي الا 790 اللي هي ديما تابعه ديال الدوله 790 هو الكود ولا الموديلو 012 حيت في الجنسيه كاين كود مختلف في الاقامه ريزيدنسيا ديال الجداد كيكون ثاني مختلف كل كود كيفاش يعني الا كنتي اول مره غادي ترينوفي ديال الخيفي اللي كيعطيك باش تدي الاوراق عند واحد الكود ديما 790 كيكون هو الرقم ولكن ديما موراه ف 012 خاص في القضيه ديال الانفيتاسيون ديال الفيزا اللي غالي في الامر ان احنا الا بغينا نطلعوا واحد الانسان يعني واحد الانسان واحد عندنا خصنا نخلصوا انا ما كاين هنايا 79 اورو فاصلة 99 نخلي هذا هاي 79 يعني 80 اورو فاصلة 99 هذا واحد الا كان ابتداء من جوج يعني ابتداء من جوج عندنا 86 فاصلة 41 سنتيم شوفوا الفرق يعني بحال كنجيبوا جوج الناس الثمن ديال واحد هادشي فيه الرباح يعني فيه شي الريكلام فشي اللي بغيت نوضح لكم ان كاين الناس كي كتعتقد ان راه الطاسه الا طلعت ثلاثه غتقام عليا 80 80 80 لا جوج الناس كتقام 86 يعني بحال كنزيدو 100 اورو لواحد ف وكذلك يعني كنا غنزيدو الثالث ثاني غادي يدوز شويه الرابع وكذا شويه حتى الخمسه عقلوا خمسه الناس اللي يقدروا يدخلوا حاجه اخرى بغيت نذكر لكم هو مين كنبغيو نعمروا الطاسه هذه اللي هي ضروري خاصها تعمر بالانترنت يعني في البي سي ديالنا خاصنا نجيو حتى لتحت فين كاين خاصنا ندخلوا الثمن ونخليوها بيض بيض يعني نخليوها بحال هكا نخليوها هكا يعني فراغ ما نعمروهاش علاش لان كنقولوا حنايا البي سي ديالنا البروتوتايب ديالنا ما سامحش لنا ندير واحد الرقم ما كيعطيكش هو الرقم فانت ملي كتخرجها عاشك الساعه كدير معاك للبنكه وكتخلصها وكتقول انت العدد اللي بغيتي كتقول لي اما اللي فيها هذه اما هذه حيت ما كاينش واحد الطريقه اللي تفصل بيناتهم حيت الموديل هذاك هو اللي كاين فهادو هما الحوايج اللي كاينين الطاسه الى كاع تلفتو ولا شي واحد ما عرفش حتى ان شاء الله غادي نديسكارغيها حيت يلاه جيت انا باقي عندي شي خدمه يلاه جيت فانا غادي نديسكارغي الطاسه حتى هي ان شاء الله
ونحط لكم تاهي نسكانيهم بثلاثه حتى الشروط هذو اللي كاينين ونحط لكم ان شاء الله كاملين براكم ديروا فين كومبليتو وكل شيء. وفعلا الفوتوكوبي التصاين الحاجه الوحيده اللي ما تقدر ديرها فوتوكوبي. كتبت ثلاثه، واحده لك، واحده للادمنستراسيون ديال المؤسسه، وواحده كتبقى للبنك، او تقدر تخلص انت بكاخيرو اللي هو الكيشي، وهذه ثاني طريقه اخرى. فهادشي اللي كاين، ما كاينش حاجه جديده. عقلوا ان اي حاجه كنديروها خصنا نديرها فوتوكوبي الا الطاسة. اتفقنا؟ كنظن ان كلشي الامور واضحه. الا كان عندكم شي استفسار، شي اقتراح، شي سؤال، تساؤل، اي حاجه ما لكم الا تكتبوا لتحت ان شاء الله ونجاوبكم. وكنشكر كاع الخوت اللي دعمونا ماشي باللايك، اللايك عندي زي ناقص، اللي دعمونا بكامل الحق، واللي يعني الردود ديالهم يعني كتخليك تستمر قدام. وفعلا بان بزاف الحوايج توضحوا لعباد الله. كنشكروا الله سبحانه وتعالى ان يعني بانت الحقيقه، بان يعني كلشي الناس بدات كتسيق الاخبار، يعني كيفاش الخدمه غادا، وكيفاش اللي كيروج الكذب، واللي ما اللي كيحاول يساعد، اما اللي كيبغي يحاول يدير داك الشيء ديال الترويض الراي العام، او اللي يبغي يقول لك ولكن انت ولا هذه ولا انا ما عنديش علاقه بعباد الله، اللي بغى يكريتيكي كريتيكي، حيت اذا كريتيكي هو كيكريتيكي لك، يعني كينتقد، ولكن عارف الداخل ديالك في البؤبؤ ديال الروح ديالو انه عارف انه هو منافق، فكي كيقول خصني انا اصلا انسان عندي مع ديريكت وما عنديش مع التفليه. فما نطولش، ما ندخلش في المهم، يعني ما نخرجش من السياق ديال الموضوع ديالنا، غادي نحطهم لكم ان شاء الله مسائل بسيطه جدا. والمهم في الشيء كامل هو ان المعلومات توصلكم مخبوطه. كان معكم ريم براو، تهلاو في راسكم والله يعاونكم ديما.